Einer, die überlegt man überhaupt, der Nerv ist ein gewisser Auskopf, Gehirntabelle. Und da ist der Leute, der wohl alle gefreut hat, gedacht, das war das Schattenbild. Gerät hier, so bleibt hier, auf jeden Fall nicht da, bleibt hier. Seit einer Aue, sie war wie in Wiener Hena, und Achar und Zaman, da kann ich aber heim, aber gegen die Tradition der Medien hier, مشروب بحاجات كتير حلوة اللي هو عم بنافذ ده مثل القطمان اللي على التليفونات اللي احنا بنستعمله ودي محاضرات كتيرة في الكونسل المشهورة وله طبعا عظات جميلة وهو محب جدا للألحان ومعرفة قديمة خالص احنا بنعرفه من زمان وفرحانين ان دي تكون أول زيارة بس هو أول مرة بيستكشف السكة ولو انبسط اننا نيجي تاني لو انتوا زعلتوني هيبقى مش عايزين كفايته يعني ان شاء الله سيدنا ما يزعلش منكم فرحانين معانا هيباركنا النهارده في موضوع هو مختاره في الحاجات اللي احنا محتاجينها السلام والابن والروح القدس الاله الواحد امين يعني أنا الحقيقة في غاية الفرح أن أنا أكون مع أبي الحبيب نفس الحضر الكريم أبا بكير مع الأباء كهنة معكم كلكم في هذه البشرية المباركة اللي هي يعني بدأت صغيرة جدا لكن بعمل الروح القدس وتعب سيدنا والأباء كهنة ربنا يبارك في هذه البشرية تكبر وتمتد ودايما كده بنسمع اخبار مفرحه عن هذه الابرشيه ربنا يبارك في خدمه سيدنا وينجح كل هي اوريدي كل ما تمتد اليه ناجح فالى يعني مزيد من النجاح ببركه امنا العذراء وشهيدنا لينا وكل القديسين وانا فرحان ان انا بقضي معاكم بدايه السنه الجديده السنه الابتدائيه الجديده دي فرصه ان احنا كلنا نحتفل مع بعض ببدايه عام جديد وايضا بذكرى ابائنا الشهداء. وبمناسبه بدايه عام جديد في يعني موضوع مهم جدا ان احنا نحاسب انفسنا فيه واحنا بننهي العام الابتدائي وبنبتدي العام الجديد. الموضوع ده يعني له علاقة بعلاقتنا بعضنا ببعض. أنا متأكد كل واحد فينا بدون استثناء وأنا متابعكم برضو في يوم من الأيام جرح حد من الناس أو اتجرح من حد من الناس سواء عن قصد أو عن غير قصد كلنا، لكن أحيانا ما بنعرفش نتعامل إزاي مع الإساءة. لما حد بيجرحني أتعامل إزاي؟ أو كلنا بنتعامل بطريقة غلط. وفي أربع طرق مشهورة كلنا بنعملهم والأربع طرق دولت هم غلط مش صح. أول حاجة إن أنا أرد على الإساءة بإساءة، فلو واحد شتمني هشتمه، لو واحد أذاني هأذيه، وأحيانا نرد على الإساءة بإساءة أكبر، يعني اللي يقول لي كلمة هقوله 10. طبعا دي طريقة غلط لأن ربنا قال إن طريقة عين بعين وسن بسن دي كانت في العهد القديم، إنما دي مش طريقتنا. وقال غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. رد الفعل الثاني هو التجنب، ان واحد بيضايقني هتجنبه مش هتكلم معاه. طب وده فيها غلط فيها ايه؟ اولا التجنب ده نوع من انواع الخصام وده نوع من انواع عدم المحبة. وبعدين زي ما انا قلت ان في ناس كتير هتجرحنا سواء عن قصد او عن غير قصد، فلو انا هتجنب ده وهتجنب ده وهتجنب ده هاجي في الاخر هعيش كده في عزل عن كل الناس لاني شايف كل الناس وحشين وانا عايز اتجنب. بالاضافه ان ممكن يكون فيها نوع من انواع الادانه ان الشخص ده شخص وحش فمن الافضل ان انا
اتجنبه. الحاجه الرد الفعل الثالث ان انا ابتدي اتكلم عليه، اعمل نوع من انواع النميمه، يعني اقعد اتكلم شفت فلان عمل لي ايه واقعد احكي، وممكن وانا بحكي كده ببالغ في الموضوع وبزود فيه، ودي بعض اتكلم عن هذا الشخص. ولما حد يكلمني يقول طب انا اعمل ايه، انا متضايق، ما انا بفضفض عن نفسي، ده نوع من انواع الفضفضه، فاقعد اتكلم على الشخص ده. وطبعا الكتاب المقدس بيقول لا تخرج كلمه رديئه من افواهكم، بل كل ما هو يعطي نعمه للسامعين وكل ما هو للبنيان. اما رد الفعل الرابع اللي انا بسميه التروحن، ايه التروحن؟ يعني الواحد يكون متضايق من اللي حصل، وهو يعني متغاظ منه، بس بيمثل ان كده مفيش حاجه حصلت، ويقول الكلام ده ما بيأثرش فيا، هو الحين متضايق من جوه ومجروح من جوه، ويتعامل كعادي، يعني كانه انسان روحاني الكلام ده ما أثرش فيه، ولكن في الواقع هو تعبان من جوه. طب ايه غلط الموضوع ده؟ ان بعد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه هيجي ينفجر، هيقول يعني انافذ انافذ، انا مش قادر احتمل اكتر من كده، ويبتدي ينفجر، لان هو ما عرفش يتعامل مع الجرح ده بطريقه سليمه. طبعا هتقول طب امال ايه الطريقه السليمه لو كل ده طريقه غلط؟ دي اللي هيجي فيها في اخر المحاضره. بس الاربع طرق دولت طرق غلط، ومش دي تعليم الكتاب المقدس لينا. برضو عايز اقول ان الكتاب المقدس علمنا ان لما يحصل نوع من انواع جرح المشاعر او الاهانه، لابد ان احنا نصطلح بسرعه، نصطلح بسرعه. وهنا عايز اجيب لكم يعني اربع ايات مهمين في الكتاب المقدس على موضوع ان احنا نصطلح بسرعه. دول اربع مبادئ في موضوع الصلح مهمين قوي. المبدا الاولاني كلنا عارفينه وحافظينه في العزة عن الجبل، لما ربنا قال اذا اخطا اليك اخوك فاذهب واصطلح معاه اولا. يقول كده في متى 5 عدد 23، يقول فان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح، اذهب اولا، تحت اولا انت تحط 10 خطوط كده، واصطلح مع اخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. الصلاة لها أولوية دايما في حياتنا. الصلاة لها أولوية. ونفتكر واحنا شباب صغيرين كان أبونا يقول لنا كده بالنص، يقول لو في حريقة بره وأنت واقف بتصلي ما تخرجش تطفيها. للدرجة دي الصلاة لها أهمية. إنما الاستثناء الوحيد للقاعدة دي لو في حد زعلان مني. لو حد زعلان مني اروح اصطلح معاه في الاول واجي بعد كده اكمل الصلاه. طب ليه ربنا حط الاستثناء ده؟ لان لو انا مش مصطلح صلاتي مش هتبقى مقبوله. مهما صليت ومهما قدمت قرابين صلاتي مش هتبقى مقبوله. في سفر ملاخي اصحاح 2 كان في ناس بتروح تصلي بدموع لدرجة تغرق المسبح بدموعها وتقدم تقديمات، ومع ذلك ربنا لا كان قابل التقديمات ولا قابل الصلاة. في ملاخي 2 عدد 13 يقول وقد فعلتم هذا ثانية، يعني خطأ تاني، ربنا كان بيعتمد على الخطأ الأولاني وبعدين في خطأ تاني، مغطين مسبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ. يعني في أكثر من إيه؟ صلاة بدموع وصراخ وبكاء.
بيقول فلا تراعى التقدمة بعد. كل التقدمات اللي بتقدموها ربنا ما بيقبلهاش. ولا يقبل المرضي من يدكم. اللي بتقدموه لاسترضاء الله لا يقبل من يدكم. فقلتم لماذا؟ يا رب ليه؟ ليه تقدمة اللي أنا بقدمها أنت رافضها؟ وليه طموعي رافضها؟ فبيجاوب ربنا بيقول من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. يعني لو واحد متخانق مع امرأته أو هي متخانقة مع جوزها ومش مصطلحين وقفين يصلوا، ربنا مش هيقبل صلاته. مش كده قال اذهب اصطلح أولا؟ ربنا مش هيقبل صلاته. نفس المعنى كرره القديس بطرس الرسول في الرسالة الأولى بتاعته إصحاح 3، كان بيكلم الرجال ولكن ما يقال عن الرجال يقال برضه عن النساء والعكس صحيح. فبيقول كده كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. كالأضعف يعني كالأرق. معطينا إياهن كرامة كالوريثات أيضا معكم نعمة الحياة. وهي يقول جملة بقى مهمة قوي، يقول كي لا تعاق صلواتكم. يعني لو واحد متخانق مع مراته بيعملها وحش أو هي متخانقة مع جوزها بتعامله وحش وفين يصلوا، صلاته مش تتقبل. كي لا تعاق صلواتكم. عايز أشرح لكم مرض بتسمعوه في الكنيسة اللي هو مرض تقبلوا بعضكم بعضا بالقبلات المقدسة. وبعدين يقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله سبحانه وارحمنا. وبعدين بيقولوا تقدموا، يعني الترجمة السليمة بتاعتها قدموا 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 على الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظر. الحقيقة المرض ده كانوا ثلاث مرضات بس هم ادمجوهم مع بعض. كان المرض الأولاني اللي هو قبلوا بعضكم بعضا بالقبلات المقدسة، وبعدين الناس تقبل بعض، وبعد كده يجي يقول قدموا قدموا. كان ده وقت التقديمات، ده كان وقت اللي الناس بتقدم العطايا بتاعتها وياخدوه ويحطوه على المسبح الإبلي. وبعد ما يخلصوا التقديمات دي يجي بعد كده الشماس يقول قفوا بخوف ورعب، خلاص بعد الحركة والتقديمات كده انتهت، فهيبتدي بقى قداس المؤمنين، فيقولوا قفوا بخوف ورعب إلى الشرق انظروا عشان يبتدي القداس. بس هم ضموهم مع بعض. لغاية النهاردة الكنيسة الكاثوليكية بعد ما يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا تلاقوا يعملوا زفة يجيبوا بيها التقديمات ياخدوها يحطوها على المسبح الإبلي، وبعد كده بعد ما خلص يقول قفوا بخوف ورعدة إلى شرق انظروا. أنا عايز أشرح المرض ده وإيه علاقته باللي إحنا بنقوله ده. خلي بالك بيقول قبلوا بعضكم بعضا، بيقولها إمتى؟ قبل ما بيقول قدموا. طب ليه؟ علشان لازم أكون أنا مصطلح قبل ما أقدم التقدمة بتاعتي. لأن لو قدمت التقدمة بتاعتي وأنا مش مصطلح مع الآخرين يبقى التقدمة بتاعتي مش تتقبل. فعشان كده بيقول بصوا قبلوا بعضكم بعضا بقبل مقدسة، وبعد كده يقول قدموا قدموا. وقبل برضه ما اخش على قداس المؤمنين هو بينتهي بالتناول. يبقى اذا مهم جدا ان انا اصطلح قبل ما اصلي وقبل ما اخش اتناول وقبل ما اقدم تقديمات مع الاخرين. يبقى الصلح له اولوية قبل اي شيء اخر. قبلوا بعضكم بعضا بقبلات المقدسة. ايه تعريف القبلة المقدسة؟ هو في قبلة مقدسة وقبلة غير مقدسة؟ في نوعين من القبلات غير المقدسة. النوع الاول قبلة الشهوة، والنوع الثاني قبلة الخيانة اللي هي قبلة يهوذا. عشان كده في القداس الكرولوسي يفسر يقول لما يقول قبلوا بعضكم نقبل بعضنا بعضا بقبلات المقدسة، يقول لا بحاسة رديئة رافضة لمخافتها اللي هي قبلة الشهوة، ولا بفكر نغاش مملوء من شر الخائن
اللي هي قبلة مين؟ قبلة يهوذا. فالكنيسة لما تقول قبلوا بعضكم بعضا، يبقى أنا لما بقف وقبل أخويا اللي جنبه هقبله بقبلة مقدسة ما فيهاش شهوة، وفي نفس الوقت بقلب صافي، مش زي هوزا اللي قال له السلام لك يا معلم وقبله وكان بيخطط علشان يخونه. في ناس بتحاول انها يعني ايه تتزاكى على ربنا. يعني ايه تتزاكى على ربنا؟ فمثلا انا في واحد مخصمه، فهو قاعد في خامس دكه انا هقعد في عشر دكه. فلما ابونا لما شخص قبلوا بعضكم بعضا، انا دي هقبل كل اللي جنبي في الدكه وانا سليم كده قصاد ربنا 100%. بص يا جماعه، بولس الرسول قال الله لا يشمخ عليه. يعني ايه الله لا يشمخ عليه؟ يعني انت مش تبقى اذكى من ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه، معناها تقبل كل انسان في حياتك موجود جوه الكنيسه او بره الكنيسه، جنبك في الدكه او مش جنبك في الدكه، يبقى بتقبله بقبله مقدسه. دي معنى الايه دي، بعضكم بعضا تشمل الجميع. فلو انا هتزكى على ربنا او ده بيروح الكنيسه دي انا اروح كنيسه ثانيه، يعني مش هتشتغل الشغلانه دي مع ربنا. فمن هنا وقت ما انا واقف اصلي، هل فعلا قلبي صافي من كل الناس وانا في صلح وسلام مع كل الناس ولا لا؟ والا صلاتي مش تتقبل، تناولي مش تتقبل، تقدماتي مش تتقبل. مش كده قال اترك قربانك على المذبح واسال اصطلح اولا مع اخيك. يبقى ده اول مبدا في المصالحه. ايه المبدا الثاني في المصالحه؟ ان اللي مساء اليه هو اللي يبتدي بالمبادره. العالم يعلمنا ايه؟ يعلمك لو انت اللي غلطان انت اللي روح تعتذر. لكن ربنا يعلمنا العكس، يقول لك لو انت اتغلط فيك انت اللي تروح وتبتدي المصالحة. قال كده في متى 18 عدد 15، قال إن أخطأ إليك أخوك فاذهب. يعني أخويا لما يخطئ إلي أنا اللي أروح، مش هنتظر لغاية لما هو اللي يجيني. في ناس كتير بس هو الغلطان، يعني أنا المفروض أنتظر لغاية لما هو اللي يجيني. لكن ربنا بيقول لك لا، إحنا لما غلطنا مع ربنا مين اللي رحم لمين؟ ربنا هو اللي جالنا. وايام ادم وحواء لما غلطوا مع ربنا مين اللي دور على مين؟ ربنا هو اللي دور على ادم، قال له ادم ادم اين انت؟ هقول لك على قاعده تحفظها كويس. ولاد ربنا يبداوا بالمصالحه، واولاد العالم يبتدوا بالمشاكل. فلما ابتديت مشكله هبقى من اولاد العالم، ولو ابتديت بالمصالحة حتى لو أنا اللي اتغلط فيا هبقى من أولاد ربنا، لأنها طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. فهنا تختار أنت عايز تبقى من أولاد ربنا ولا عايز تبقى من ولاد العالم. أولاد ربنا يبتدوا السلام وأولاد العالم يبتدوا المشاكل. يبقى أول مبدأ في المصالحة إن المصالحة لها أولوية حتى عن الصلاة والعبادة. تاني مبدأ إن ولاد ربنا هم اللي يبتدوا المصالحة. سواء طبعا لو أنا اللي غلطت يعني لازم أبتدي أنا. لو أنا اللي غلط فيا برضه أبتدي أنا، لأن أنا ولاد ربنا. الآية الثالثة أو المبدأ الثالث، دي آية يساء تفسيرها جدا جدا جدا. في رومية 12-18 الآية دي تقول إيه؟ إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. فقال واحد بص يا أبونا مكتوب كده حسب طاقتكم، ما تضغطش عليا، أنا دي طاقتي ما أقدرش أعمل أكثر من كده. هو الكتاب بيقول كده حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. بس التفسير ده خطأ. خليني اشرح لك يعني ايه حسب طاقتكم سلموا جميع الناس. هو الحقيقه يمكن النص الانجليزي بيوضحها اكتر من النص العربي. بيقول if it is possible as much as depends on you live peaceably with all men. ايه معنى الايه دي؟ لو انا زعلان معاك علشان نصلح لازم
أنا أكون مستعد للصلح وأنت برضو مستعد للصلح. أخ بالك، لو أنا مستعد للصلح وأنت رافض، مهما حاولت مش عارف أصطلح، لأن أنت رافض أصطلح. فكلمة على قدر طاقتكم أو حسب طاقتكم معناها إيه؟ يعني تعمل اللي في وسعك 100%. فيبقى لو صح ما تمش، مش لان انت ما عملتش اللي عليك، عشان الاخر هو اللي رفض انه يصطلح معك. زي مثلا احنا وربنا، ربنا حاول يصالحنا 100%. هو في اكتر من انه يموت على الصليب عشان يصالحنا؟ في اكتر من كده. لكن لغاية النهاردة في ناس رفضت تصطلح مع ربنا. يبقى ربنا عمل اللي افتقته أكتر من اللي افتقته، عشان كده قال ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أفعله، اللي كان ممكن أقدر أعمله تاني وأنا ما عملتوش. هو في أكتر من الصليب وأن أنا أسفك دمي عشان أصطلح معاكم؟ فيبقى الآية دي مش معناها دي طاقتي، بص أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده، أنا كلمته 3 مرات وهو ما سمعش فخلاص ما تضغطش عليا أكتر من كده. لا، مش معنى الآية كده. الآية بتقول as much as depends on you، على قد ما هو يعتمد عليك في الموضوع ده، على قد ما أنت تقدر تعمل، على قد ما تقدر يعني تقوم بدورك 100%، بحيث في الآخر لو انتهينا أنا وأنت مش مصطلحين يبقى السبب منك مش مني أنا، لأن أنا عملت كل ما في وسعي وكل ما في طاقتي 100% عشان أصطلح معاك، بس أنت اللي رفضت. ودي اللي أنا هاجي فيها في آخر المحاضرة أتكلم عليها. يبقى ده المبدأ الثالث. يبقى المبدأ الأولاني المصالحة تأخذ أولوية حتى عن العبادة، لأن عبادتك تبقى مرفوضة لو أنا مش مصطلح. المبدأ الثاني ولاد ربنا يبتدوا المصالحة سواء مخطئين أو مسائلهم. المبدأ الثالث إن أنا أعمل كل ما في وسعي وكل ما في طاقتي 100% علشان أصطلح مع الآخر. المبدأ الأخير اللي هو إن أنا أسلك في المصالحة دي في أسرع وقت ممكن. في آية كلنا حافظينها بس مش حافظين بقيتها، بالرغم بقيتها ده مهم جدا جدا. الآية دي بتقول ايه؟ لا تغرب الشمس على غيظك. بقيتها ايه؟ بقيتها ايه؟ بقيتها مهمة قوي. ها؟ دي قبلها. أقول لكم بقيتها ايه؟ بتقول اغضب ولا تخطئ. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكان. ايه اهميه تكمله الايه دي؟ ليه بقول لك الايه دي مهمه؟ بولس الرسول بيقول لما تغربش الشمس على غيظك ولا تعطي ابليس مكانا، عايز يقول ايه؟ يقول لما تغرب الشمس على الخصام يبقى انت اعطيت ابليس مكان. يعني لو انا متخانق مع اخويا واتخاصمنا لمده يوم، يبقى انا عزمت الشيطان يبقى موجود عندنا في البيت لمده يوم. لو انا اتخاصمت مع اخويا لمده شهر يبقى انا اعطيت ابليس مكان لمده شهر. لو اتخاصمت لمده سنه يبقى انا اديت له جرين كارد واقامه، قلت له اقعد معانا، اديت للشيطان اقامه. عشان كده قال لك بص اوعى تخلي الشمس تغرب على غيظ، لان انت لو خليت الشمس تغرب على الغيظ والخصام انت كده بتعزم ابليس، تقول له اتفضل تعالى عيش معانا، انت عايز ابليس يعيش معاك. طبعا ابليس لما هيعيش اكتر من يوم هيخلي الموضوع اسوأ واسوأ واسوأ واسوأ. عشان كده قال لا تغرب الشمس على غيظك ولا تعطوا ابليس مكان. محتاجين ان احنا نتصالح في اسرع وقت، وقال الا ابليس هيبقى له مكان. للاسف بعض الاسر ازواج وزوجات يزعلوا من بعض، يقعدوا ما يكلموش بعض، مخصمين بالاسبوع وبالشهر وبالشهرين. طب وبعدين؟ طب هينفع البيت ده يعيش وهو ابليس ملوش له مكان موجود فينا؟ لان احنا مش متخاصمين مع بعض. فدولت 4 مبادئ في الصلح مهمين قوي، ان المصالحه لها اولويه حتى عن العباده،
انا كابن ربنا هبتدي المصالحة سواء انا اللي غلطت او انا اللي اسيء الي، ان هعمل كل ما في وسعي وكل ما في طاقتي عشان اصلح مع الاخر، وان انا احاول اي مشكلة احلها بسرعة، اي خصام احله بسرعة عشان ما اديش ابليس مكان. النقطة اللي بعد كده، في ناس بتلخبط ما بين ثلاث حاجات: الشفاء والغفران